محطتنا الأولى سالي حنبداها مع الطفولة، واليوم التعلم عن طريق اللعب وهي ما يسمى بمونتيسوري كمنهج للتعلم لدى الأطفال. مين هو؟ مين أسسه؟ كيف ممكن يكون آلية العمل عن التعلم عن طريق اللعب؟ وشو الفرق بينه وبين التعليم العادي؟ هل هو منهج تدريب يستهدف المعلمة والتلميذ؟ ويمكن الأم أن تتبع دورة بهالمجال؟ كثير من الأسئلة اليوم على هذا المنهج الجديد اللي عم نشوفه خاصة بالروضات الخاصة، بدنا كثير تفاصيل لحتى يتجاوب علينا. واليوم ضيفتنا طبعا رينا أيوب، استشارية الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، حتجاوبنا على كل هالأسئلة. يسعد لي صباحك يا رينا. صباحك. صباح الخير. صباح الخير راني. موضوع جدا مهم، وخاصة هلأ مع بدء العام الدراسي الجديد، ويعني خلينا نقول الأسلوب يمكن مرة عم يختلف. يعني نحن مع تطور كل شيء بهالدنيا عم نتطور أيضا بهذا المجال. بداية خلينا نتحدث عن مفهوم المونتوري كمفهوم عرف عليه العالم نشأته وتأسيسه. يسعد صباحكم. المونتسوري تابع للدكتورة ماريا مونتسوري، كانت طبيبة، هي أول طبيبة إيطالية درست الطب بهداك الوقت بالقرن 19 بلش انتشاره، لكن نحن شوي تأخرنا لوصل لعنا، لصار في تطور بالتكنولوجيا، صار متاح أكثر، في رؤية للناس لتعرف الأدوات اللي موجودة عن طريق اليوتيوبات أو عن طريق النت بالتعلم الحديث. طبعا بيستهدف كثير التعلم النشاط، تشغيل الدماغ، تشغيل الايقونات، دائما في تنشيط للدماغ الاوسط، القسم الايمن مع القسم الايسر. ضاهت فيه الاطفال العاديين، كان اول شيء ببلش مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، كانت عم تشتغل بمصحه كطبيبه، لاحظت هدول الاطفال انه هن ما عم بيقوموا بالمهام كمهارات حياه او كحياه عمليه، من ملبس، من مشرب، من ماكل، حاولت شوي تطور من عضلاتهم الصغيره وعضلاتهم الكبرى. بدأت معهم بالحياة العملية لحتى يكون في تقوية للعضلات الإيدين الكبرى والعضلات البطيئة أو الصغيرة. حست أنه هني عم يستجيبوا كتير، صارت تنتقل من ركن لركن. طبعا الأركان اللي هي بدأت فيها لحتى نهاتها كانت مدروسة، كل ركن كان في له تتمي، بالركن اللي بعده كان له آف وكان له صيغة ضمن القاعة الصفية وخارج القاعة الصفية. أسلوبها كان يعتمد على التحفيز، على حرية الطفل مع الانضباط. نحن للأسف شوي بيختلط عنا الامور، اذا بدنا نعطي حريه للطفل بفكروا الاهالي انه بده يصير في فوضى، بالعكس انت بس تعطي مساحه كامله للطفل كحريه، هو بصير منضبط اكثر لانه هو عارفان شو بده، دون قيود، دون حواجز، فهو بيمشي بالمهام اللي بده اياها عن طريق تشغيل قسمي الدماغ مثل ما هو بحب، مو مثل ما نحن بنفرض عليه. صح. نعم، ممكن يعني هذا المفهوم اليوم يلي حضرتك تحدثتي عنه يمكن وضح لكثير من العالم شو المونتيسوري، لانه بيسمعوا مونتيسوري يعني بدنا نفوت هيك ل مثل ما بيقولوا للتفاصيل او للتعريف. خلينا نحكي عن الفوائد. يعني دائما اي موضوع معين او اي مصطلح معين بيكون في له مغزى او فائده للطفل. تمام. الدكتوره ماريا مونتسوري كانت من الدكاتره او من العلماء يلي استعانت كثير بجان جاك روسو، بروجيه، بفروبل. طبعا نحن اذا بدنا نرجع لكلمه كيندر كارتن، هي روضه الاطفال، هو اللي مؤسسها المعلم الاول فروبل، هو الماني، كان عندهم كثير ضوابط، كان عندهم كثير الزام، عندهم ضوابط للطفل انه ممكن الطفل يقعد نص ساعه ضمن القاعه او ضمن الانشطه دون ما انه يتشتت انتباهه. وهي شوي نقدت هاي الفكره انه الطفل ما بيقدر يقعد الوقت الكامل دون ما يخطف شوي دماغه ويرجع من انشطه، من اسلوب حياه، من تنميه مهارات، من قدرات. كانت عامله برنامج او توقيت انه الطفل اذا عمره 6 سنين فينا نحن نضبطه 6 دقائق، لا، ونعطيه فاصل دقيقه او دقيقتين بعدين نكمل. بينما العالم فروبل كان لا، عنده اكثر قواعد لانه الالمان هني اكثر انضباطا من الايطاليين او البريطانيين. طبعا له فوائد كثير، له فوائد لا تعد ولا تحصى، انه هي بتعالج جميع الاطفال. نحن بمدارسنا او بشكل العام للاطفال عندنا بين كل 3 أطفال في طفلين عندهم فروقات فردية، عندهم ممكن صعوبات تعلم تابعة لاضطراب بالجهاز العصبي. هذا الشيء الأهالي شوي عم بيصير في خلط فيه، إنه الطفل ممكن
ممكن يكون مميز، ممكن يشاطر بكل المواد، ممكن يكون عنده سرعة بديهة كتير عالية وعنده تحفيز، لكن في مادة معينة هي بتعمل له تتش صغير. فهاي صعوبات التعلم، صعوبات التعلم مو أنا طفلي بطيء تعلم أو أنا طفلي متأخر دراسيا، بالعكس أطفال الصعوبات التعلم هم الأطفال المميزين، مميزين بكتير أشياء، لكن في مادة ممكن شوي في عندهم فيها تتش معين. صح. هي حاولت بنهجة أنه هي تراعي كل الفروقات الفردية دون ما أنه نحن نحفز طفل على حساب طفل أو نثني طفل على حساب طفل. رفضت ثناء الأنسات بيعطوه منه كتير، لأنه أنت بلحظة معينة بتثني طفل فبتكوني عم تكسري من قال كتير مقابيله، هذا الطفل عم تثني بهاي المادة، لكن في أطفال كتير بمواد أخرى كل طفل عنده بمادة تمييز. دائما كانت تناشد انه انا باطفال اللي عندهم كان مشكله سلوكيه او ذوي احتياجات او اصحاب همم، انا ضهيت فيهم الاطفال العاديين، لكن اذا كانوا الاطفال عاديين عندهم مشكله سلوكيه او ما عندهم اضطراب بالجهاز العصبي او خلل يلي هو نتيجه ممكن متلازمه داون او توحد او اسماء اخرى، ممكن نقص اكسجي، ممكن تخلف عقلي، فهي كان منظور العلمي اذا انا هدول الاطفال ضهيت فيهم الاطفال العاديين لكان الاطفال العاديين إذا بيتبعوا هذا النهج هن يوصلوا للإبداع. نعم. يمكن رينا مثل ما قلتي كان المونتيسوري مقتصر على الأطفال ذوي الاحتياجات أو اللي عندهم صعوبات تعلم، لكن هلأ عم نشوفه بكافة الروضات الخاصة، خلينا نحكي الأعمار الصغيرة، إنه هو ما هو منتشر بالمدارس، لسه عنا منهج النظري أكثر بالأعمار الصغيرة حتى يحببوا الطفل ويعلموه، عم نلاقي هذا المنهج اليوم. هل برأيك لازم يكون في تدريب للكادر التدريسي على كيفية إظهار هاي القدرات الإبداعية؟ لأنه بنعرف إنه دائما في أطفال عبر التعلم يصير عندها قدرات هائلة، عم نشوف أطفال بعمر 3 سنين عندها حساب ذهني رائع، عندها قدرة على التحليل، وهذا الشيء نحن مطلوب حتى نهيئه للمدرسة. فخبرينا عن هل يمكن إنه تأهيل الكادر التدريسي حتى يوصل المعلومة، لأنه بنعرف إنه في أدوات معينة وطريقة يعني معينة لتوصيل المعلومة. في مقولة لأينشتاين نقول فيها ما فينا نطلب من السمكة إنها تتسلق شجرة، وللأسف نحن نظام التعليم عنا إذا بنجي نطلع شوي للأشياء اللي تطورت ضمن التكنولوجيا أو ضمن القرون لهلق، السيارات تطورت، الأبرية تطورت، الحياة كلها تطورت، لكن التعليم لساتنا من الكتاب لهلق نحن طلاب قاعدين مكتفين صامتين منضبطين خايفين ومس مقابيلهم، بينما بالمونتسوري الأطفال هن محور العملية التعليمية ملمس. أكيد لازم يكون في تأهيل للكادر وفي تأهيل للأمهات، لأنه الفكرة يلي شوي منتشرة حاليا صرنا نلاقي صدى أكثر إنه الأهالي فهمان الفكرة، لكن نحن من 9 سنين أول ما بلشنا فيها كانوا يفكروا طعام، للأسف إنه كانوا يفكروا كلمة مونتسوري ممكن تكون أكلة أو ممكن تكون لعبة، بعدين صار في مشاكل شوي بذهن الأهالي إنه يا الله المونتسوري ما بيسلم ورقة وقلم، المونتسوري كله لعب، المونتسوري ما بيكتب، لا بالعكس أنا بدي خبر كل الأهالي وكل اللي عندهم أطفال المونتسوري هو اللي بينقل قدرات عن طريق الإحساس، بعدين بننتقل للمجردات، يعني أنا بدي وصل للورقة والقلم، أكيد بدي وصل، بالعكس بعمر 5 سنين احنا منوصل للإعراب مع الطفل، لكن ضمن مسيرة كاملة متكاملة بتراعي كل الفروق الفردية، في خطوات، في أركان، بنبلش بركن الحياة العملية، ركن الحياة العملية مثل ما حكينا بنمي قدرات الأطفال وتنمية مهارات الحياة يلي احنا بالشكل الأول، إذا ما كان الطفل منضبط بينه وبين ذاته ما بيقدر ينشر انضباطه وانضباط الآخرين ويحترمه. بعدين في عندنا الاعتناء بالنفس يلي هو عن طريق إنه هو يلبس، هو يعتمد على حاله، هو يبكل أزراره، هو يزرع ويزبط بوند البوت، كلها مو بس بيعطي اعتناء بالنفس، هو كمان بينمي العضلات الدقيقة. إذا منلاحظ في أطفال بتكتب بطريقة معينة بالميل، في أطفال بتمسك القلم بطريقة خاطئة، في أطفال بتكز كتير على القلم، بس نبلش نشتغل بمهارات الحياة وبالاعتناء بالنفس بترتخي هاي العضلات لتعطي حقها للطفل وحقها للمعلمة. بعدين بننتقل للمهارات البيئة، لازم الطفل قبل ما يبلش بالورقة والقلم يستنشق أكسجين، يكون بالأماكن أو بالروضات في
أماكن كتير واسعة فيها شجر، فيها خضار، فيها أكسجين، لحتى يتنشط هذا الدماغ، ما يكون محصور بأماكن مغلقة، ما يكون محصور بأماكن شوي مقيد حريته فيها. بعد ما نبلش للمهارات الاجتماعية قبل ما نبلش بالورقة والقلم، لأنه لازم الطفل يتعلم أنه هو في عنده رفيق، في عنده صديق، في عنده قرين. هذا الشيء بده يصير في تبادل خبرات بيناتهم، ممكن تبادل معلومات، ممكن الأطفال بين بعضها في لغة مشتركة، حتى من عمر 9 شهور بيفهموا بعضهم بالوماء بدون ما نحن نفهم هني شو عم بترج بعض. طالما في مهارات اجتماعية وفي تآلف بين الأطفال بصير في انفتاح للأيقونات يلي بدماغ. ننتقل بعدها بعد ركن الحياة العملية، بننتقل بعدين لركن الحسيات، لحتى نحن نستوعب هدول الأطفال يلي عندي ضمن القاعة الصفية أو ضمن بيتوتات المونتسوري. هني كامل سمعهم، هني ممكن يكون عندهم تركيز سمعي، ممكن يكون عندهم انتباه سمعي لكن ما عندهم إدراك، أو ممكن يكون عندهم إدراك للبصر لكن ما عندهم انتباه، أو ممكن لا أي حاسة. وكتير نحن منركز على حاسة الشم يلي هي شوي ملغاة بالمدارس. نحن من مثلا ممكن الطفل يقول لك أنا ما عم شوف، بتقولي للأهالي خدوه على دكتور. ممكن يقول لك أنا ما عم بسمع، قولي كمان للأهالي، ممكن تعرضيه على طبيب. لكن طفل عنده ناميات ودائما مرشح وما عم بشم، ما بيجي ببالنا أنه هو عم بيأثر على دماغه، هو عم يعطيه نوع من البلاذي أو نوع من الهدوء أو الرخاوة بسبب أدوية. فبنا ننتبه من الأهالي ومن المعلمات لهذا المكان بالإحساس، لأنه هو كتير ضروري وموصول الدماغ. بعدين عنا بعد ما نطمن على كل حواسهم، لحتى نحن نضمن أنه هدول الأطفال هن قدراتهم الفردية اللي مختلفية، مو أنه هو بيعاني من مشكلة حسية. ننتقل بعدين لركن اللغة العربية أو ركن اللغة الفرنسية أو ركن اللغة الإنجليزية، أي لغة نحن حابين ندرسها ضمن أدوات مدروسة، ضمن صنفرة معينة اللي خشني لحتى يتلمسها الطفل وتنفتح أيقوني لشكل الحرف أو شكل الرقم أو العدد. بعدين نحن ننتقل لركن الرياضيات، فينا ندخل كتير أشياء بالرياضيات اللي هي حساب ذهني. حلو. أو الطرق بترتيب معين. وركن الحياة العملية كتير مرتبط، في عنا ركن مطبخ في كتير مرتبط برياضيات، لأنه في ركن الطبخ له خطوات، فنحن لازم نبلش هني بفكروا أنه نحن عم نعمل لهم أكل. لا، هو مدروس، بس يفوت الطفل على يعني لازم ينبسطوا، تمام، غدوا لهم ياهن، تمام، بس هو في أسلوب معين أنه هني عم يمشوا بخطوات معينة، إذا بالتقطيع أو بالطهي لحتى يوصلوا للطفل المنطقي. يعني رين حضرتك حكيت شي تفاصيل يمكن مهمة كتير، ويمكن كمان على عاتقكم مسؤولية تانية ودور آخر أنه أنتوا تقولوا لهم للأهالي، أو مثل عملية أنه تفنيد أنه نحن عم نعمل هيك كرمال هيك للطفل. فعلى عاتقكم مسؤوليتين، مسؤولية الطفل ومسؤولية الأهل كمان أيضا، يعني لا يقدروا يعرفوا شو عم بيصير. خلينا نحكي في خطط معينة وبرامج معينة، في حال كان في طفل مستوى ذكاء كلهم شاطرين بس بدك تعرفي تكتشفي هذا بالعلوم، هذا بالرياضيات، يعني أنا مثلا بحب الرياضيات، في أشخاص مبدعة بالرياضيات، فنانة بالرسم، في أشخاص، فهون الاكتشاف زوايا الإبداع قد ايه مهم أيضا بالمونتيسوري. تماما، هي الأركان يلي بندتها مشان نحن نكتشف كل طفل وين هو شغفه وين هو ميوله، لأنه نحن ما بنفرض على الطفل دروس ببرامج معينة. الطفل بده يفوت على قاعة المونتيسوري، هو يختار الشيء يلي بينمي موهبته. طبعا نحن مثل ما حكينا دائما المواهب هي قبل عمر 8 سنين بتكشف عند الاطفال، الموهبه غير الهواي. صحيح. فالطفل بيركض على المواهب اللي موجوده داخله، فنحن من هاي النقطه بنعرف هو لوين التجا اكثر، لركن الرياضيات، ممكن الثقافي بحب العلوم، بحب الفضاء، بحب التكنولوجيا، ممكن ركن اللغه بحب الشعر، بحب النثر، ممكن ركن الحسيات اللي لها علاقه بتلمس الاشياء والمعرفه بين ثقيل وخفيف او الوان، او ركن الحسيات اكثر بميل للرسم والفن لانه في مجموعه ألوان متناسقة، أو ممكن يكون مهارات حياة عملية، فك وكيب وقص ولصق وتخريب. نحن إذا منلاحظ الأطفال بعمر معين كلنا بنشتري لهم ألعاب، ثاني يوم اللعبة بتكون خربانة، نحن كلنا كنا نتضايق من هذا الموضوع، لكن بننسى أن الطفل بعمر الاستكشاف هو عم يستكشف هاي كيف معمولة. هذا الطفل اللي بخرب لعبته هو مايل مخه للفك والتركيب، للهندسة الميكانيكية، ممكن الأشياء العملية اللي هي لها علاقة بتنمية مهارات والقدرات يلي لها علاقة بهاي الزاوية. نحن للأسف بدنا كل أطفالنا تكون دكاترة، يعني أنا أم وكلنا أمهات، والله يخلي أطفال الجميع، بنتمنى الأفضل لأطفالنا كطبيب أو كمهندس. ليه؟ لأنه الشائع أنه كل ما كانت طبيب أو صيدلي أو هندس الأعلى، لكن للأسف ما فينا نعيش بدون نجارين، ما فينا نعيش بدون حلاقين، ما فينا نعيش بدون طباخين. هي الحياة بدها تستمر. أكيد. وفي ميزان لهذا الشيء. أكيد. نعم.
يعني رينا مثل ما حكينا يعني دائما التعلم عن طريق اللعب هو موجود فقط بأعمار الصغيرة قبل ما يدخلوا للتعليم الأساسي. اليوم خلال نجاح هاي التجربة على الأطفال اللي عم لاقيهم عم يبدعوا بكتير قصص وعم يفوتوا على الصف الأول متجاوزين كتير مهارات وقدرات، هل بتشجعي أنه يكون موجود أيضا بالتعليم الأساسي؟ يعني نحن عنا هي المرحلة من الأول للسادس، هي مرحلة كتير مهمة، هي تأسيسية، فهل كمان المنهج عم يتحدث وعم يتبدل، لكن المنهج غالب عليه الحفظ والبصم وغائب عنه الشيء التحليلي اللي هو موجود بالمونتسوري. طب خبرينا، هل بتشجعي انه يكون موجود ايضا باعمار متقدمه؟ اكيد نحن بنشجع هذا الشيء، بس لحتى شوي نخفف من عناء الطفل من التلقين والحفظ. صارت المدرسه هم او عبء عالي وعلى الطفل، صار الطفل ممكن يدرس 6 7 8 ساعات، ممكن 10 ساعات بسبب الفروقات الفرديه، هو فقط عم بيحفظ الماده حفظ، بروح بكبها بالامتحان على ورقه الاجوبه، ثاني يوم ثاني شهر بتساليه وما له دريان باي شيء. بينما المونتسوري هو بحفظ الطفل لانه هو عم يشتغل اشياء حسيه قبل المجرد. أنا مع احترام مناهجنا، طبعا مناهجنا من أقوى المناهج بالعالم، أنا رحت على دبي ودربت المونتسوري، كانت كشهادة سورية هي إلى الشرف وإلى الفخر، بترفعي راسك فيها مكيد. نتيجة العناء اللي منعانيه كحفظ، لكن بلش شوي يفوتوا بالمشاريع، مشاريع العمل هي مونتسوري، لكن للأسف نفهم الموضوع صارت الأم اللي تشتغل المشروع بالبيت أو الناس المقتدرة هي اللي تروح على المكتب تشتغل للمشروع. المشروع الأفضل للطفل هو اللي بيتعلق بالباحة أو بينصمد بالمعرفة معرض او بتعلق على السبوره او على الحائط، المشاريع اللي معموله شوي بتكاليف اقل صارت ممكن تترجع مع الطفل او تنكب بالحاويات. للاسف هذا الشيء صرنا نشوفه بكل المدارس، لكن هي الفكره مونتسوري انك انت تقعدي مع الاطفال وتعملي مشروع عمل تخلي الكل يشارك فيه ويصير فيه مهارات، تخلي الكل يعطيكي فكره، انت ما تعطي الحلول للخطوات اللي بدك تمشي فيها لحتى هن يعطوكي افكار، افكار مبدعه. نحن افكارنا شوي تقليديه كموجهات، وطبعا دائما نحن اسم وجهات مونتسوري، نحن مو معلمات، نحن عم نوجه سلوك الطفل لحتى هو يبدع بالاشياء يلي هو بده يقوم فيه، نحن ما لنا معلمين ومسكين مساطر او واقفين وعم نلقن الطفل، لا نحن اللي عم نتعلم منهم مو هن اللي عم يتعلموا منا. بلش كثير بالمدارس هذا الشيء بمشاريع العمل او حلقات العمل يلي عم تتصف مع الاطفال، لكن شوي بلش الاهالي يشتغلوا. انا بطلب من كل الاهالي اتركوا اطفالكم يشتغلوا حتى لو غلطوا، لازم المس هي اللي تشتغل مع الاطفال، لازم الاطفال يكون في مهارات اجتماعية مجموعين حول بعض ليعطي كل حدا فكرة، بس تتكاثر الأفكار بيطلع عمل مبدع أكيد. صحيح. يعني يمكن هذا أسلوب فينا نعتبره أو المنهج المتبع يمكن هو قادر على بناء جيل مختلف تماما يمكن عن اللي قبله. نحن ما بنقول اللي قبله لا هو مانو متعلم أو مانو، ولكن مع التطور بيصير ما في مواكبة لمتطلبات الحياة، بيطلع الطفل غريب عن المجتمع. فهون وقت نحن حطينا ضمن المونتيسوري أو ضمن هالمنهج أو هالأسلوب ممكن نحن نريح الطفل لمستقبله. قدي مهم الإضاءة على هيدي النقاط، قدي مهم أيضا معاملة الطفل على هذا الأساس، أنه مو معاملته كطفل، دائما يمكن أنتم بتتبعوا أسلوب أنه أنتم بتعاملوا الطفل كحدا يمكن مثلنا مثله، يمكن يتمتع بذكاء، يمكن أحيانا نحن غافلين عنه تماما. نحن بنحاول كثير ننزل لمستواهم كجسد، نحاول نكون متوازنين متقاربين، لأنه التواصل البصري كثير مهم. نعم. كثير ضروري انه بس المس او المواجهه بدها تتواصل مع الطفل، تحاول يكون بصره مقابل بصر الطفل لحتى هو يقدرك هي بصري. شو بدها تمام. اكيد هاي الاضاءه كثير مهمه ولافته. اذا بننتبه نحن بالمدارس برا الطفل بياخذوه حسب موهبته، يعني بصف رابع اذا كان عنده شغف بالفك والتركيب بحطوه بهذا المجال، بصف رابع اذا كان عنده شغف بالرياضيات بفوتوه بهذا العال لحتى يكتشفوا منه مع الايام او يخلقوا منه مع الايام شيء مبدع. ونحن مدارسنا لانه فيها الالمام بكل شيء عم تخلق صدقا اطفال مبدعين، حتى جيلنا والجيل اللي قبل كان عندنا ابداع كثير، كان عندنا اطفال وصاروا شباب ودكاتره مبدعين اخترعوا كثير اشياء، لكن بطريقه المونتسوري بدنا نخف هذا الجهد لحتى يلقى الاضاءه اكثر على الابداع. نعم. يعني بدنا نشكرك كثير رينا على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وخاصه تعرفنا على التعلم عن طريق اللعب. شكرا لوجودك معنا وان شاء الله نهارك حلو. شكرا كثير لكم، نهاركم سعيد. شكرا للتفاصيل المهمه اللي اليوم اضقتي يا رين، نورتي صباحنا واهلا وسهلا. يسعد صباحك. اما هلا زينب رح ننتقل لمدارات الفن، هو العنوان الذي شهد مسرح